اليوم هي محطة الاعتراف، محطة التتويج للتلميذة هبة الفرشيوي اللي مثلت المغرب أحسن تمثيل مع فريق متكون من 6 تلاميذ اللي مثلوا المملكة المغربية في رواندا، وهذه التمثيلية كانت من بين 32 دولة مشاركة. قدر ينتزع فيها المرتبة الأولى المغرب، وقدرات التلميذة هبة تنتزع المرتبة الأولى ب 35 نقطة كأولى أول نقطة في على صعيد تصنيف هاد التلاميذ. أيضا لاحظنا بالملموس أن جميع الحاضرين في ذاك الوقت اللي يعني تعطوا النتائج وعرفنا أن المغرب توج بالمرتبة الأولى، شفنا الفرحة ديال جميع الدول الإفريقية بدون استثناء، يعني وتصفيق وتهليل بهاد التلميذة وبالفريق الوطني المغربي اللي في الصراحة مثل المغرب أحسن تمثيل، لا في الأخلاق ديالو ولا في يعني في المستوى ديالو العالي في الأولمبياد ديال الرياضيات. هذه فرصة باش ننوه بالعمل اللي كيقوموا به الأطر التربوية والإدارية، ولكن أيضا الأسر اللي كتواكب وكتدعم وكتشتغل بالموازاة مع المؤسسات التعليمية حتى نوصلوا كاملين لهذا المستوى المطلوب. كيف ما كنقول دائما، المدرسة المغربية لا تشتغل لوحدها، لأن المنظومة التربوية لوحدها راه ما غاديمكنش تعطي هذه النتائج اللي كنشوفوا الآن، لولا يعني تأطير ديال الأسر اللي كيخصهم يواكبوا معنا التلاميذ، وأيضا التدخل ديال الشركاء لتوفير جميع الظروف باش التلاميذ يتمدرسوا في ظروف حسنة. أيضا هناك ما نساوش المجهود الشخصي ديال التلميذة اللي يعني كتضحي بالعطل ديالها وكتستعد واحد الاستعداد اللي هو كبير اللي كينقص لها من الحرية ديالها كتلميذة، يعني في السفر في التمتع حتى هي بالاوقات ديال الفراغ ديالها كباقي الزملاء ديالها باش توصل لهذه النتيجه. هذا مجهود محمود واللي ايضا كيوازيه المجهود ديال الاطر التربويه والاداريه. شكرا لمؤسسه الجولان التي تنحدر منها هذه التلميذه، شكرا للمديريه الاقليميه الشتوكا ايت بها وعلى راسها السيد المدير الاقليمي، وشكرا للاطر باكاديميه سوس مسا والوزاره التي تواكب يعني واللي وفرت جميع الظروف لهاد التلاميذ باش يمشيو سالمين ويرجعوا غانمين، وشكرا للبلد ديالنا اللي كيرسم كل يوم ابتسامه على الوجوه ديالنا. هذا المغرب ديالنا وهكذا كنشوفوه، وما زالت المدرسة المغربية العمومية بخير، ما زالت المدرسة المغربية ككل بخير ما دمنا نرى فيها ناس كيأمنوا بالرسالة، ناس كيعطيو يعني الوقت ديالهم، كيعطيو الغالي والنفيس باش نعطيو واحد الصورة اللي يستحقها المغرب ديالنا. شكرا لكم. لأن هاد التلميذة تستحق، هي من ذهب وتستحق الذهب، ولكن هذيك التفاته شخصيه كان بحال التفاته باش نعبروا بها على الفرح ديالنا بهذيك التلميذه. بطبيعه الحال درنا لها هديه رمزيه تستحقها وتكون في المقام ديال التتويج ديالها، ولكن هذيك التفاته شخصيه يعني كتحس بها ربما اكثر المراه، لان بغينا هي يكون غير ديك التفاته تكون عندها واحد الطابع شويه شخصي. شكرا. ولكن واحد الالتفاته باش نقولوا انه الان كنكتبوا بمداد من ذهب جهه سوس مسا ان بطلة افريقيا